أبدأ ائتلاف النصر استغرابه من تداول بيانات وهمية موقعة باسم قياداته، وقال الائتلاف في بيان له أنه يعقد اجتماعات دورية لأعضائه وتصدر بيانات واضحة ومتفق عليها وتمثل وجهة نظر الائتلاف، مؤكدا أن المواقف الرسمية له تصدر عبر المكتب الإعلامي للنصر، وإن ما ينشر من بيانات غير معلومة المصدر لا يمثل النصر. يذكر أن وسائل إعلامية سبق وأن تداولت أنباء عن ترشيح ائتلاف النصر لفالح الفياض لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، وهو ما تم نفيه.